مرنا أنو ما قمنا علماء دان هاي إن قرع عردي سدد مواطنين هوان عرور يعيس مال دقن إن هذا حرام هرسع ما أرد كاس أفرت بقولا أيوه حي سيكرتا إن يقول أقدو هو لبس هاي جدنا أيسيسو أو يشنشن كون أي أفر أفر كون يكون جوران أيسيسو قفكم مركب باوس ولا مقعيس أقو قرن مركب لسيو ولو إي بيسر لوغا لو ريجي إلا يراد أفر تانكم شن تانكم نكون جوري كل سو قفكاس سوى مكرم أو معزز ايو غوري وافر حسن ايغان waxaa laga rabaa in isla dhulka dawladda hantida dawladda in la deegaameysan ma aan kale isay biyaan wasaaradda arrimaha gudaha oo dadka meesha jooga waxay sheegayaan dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha iyo jubba iyo curuuba iyo maaratay qoyga muqdisho lafteeda anigu aan deganahay ayagana meelo badan oo lagu jiro in laga saaro way dadka saanu kale to laakiin ayagana in la dayacina sida meesha la isay biyaan iyo laga sheegay dabdamiska أيضاً وحال روا إن دولد أي كفالة قاد إن ملد جسوا. دوان وحصل بحدا إن نقول كان دبدميس كا دوت بنا كذا لتي أد بلشوا وكل أرد دونين إن دولد دين وحيتي لشعب كي مدرس يسي شعب كينا أوربانتيس واستكت وعشاء هاي ملا أقولنا ما هاي صنو إن دولد دين وحدا نقول كأوبهان هاي أو دبدميس كأوبهان كهي أد سرع علماء هان ما هاي ذاك قاعد أرين كاس. هرت نقول كذا أنت جود حقا أحكام الشرع هذه اللي هذا هنتقرأ هنتوم هذا هو وحال إرادة المال العام وسجلها دتك أورن بملكية كل ذلك أورن واحد ولد ولد هذا دتك أورن ما كان حياة دتك لوكاس دقي ظروف أي كود دقين دولد مجري ذلك كان مركز حلقة دقو ذلك دولد وابربرتي دتك نواسوق حين وأنا بهناين ما لا يقفل بماش وصل عشان لا يرهدين أي مركز ورت ضد مساكين أو أبي عولة أي دقي صح وحان لقيا با اني قبيل بس وجران او هل رير رير و ابد نانكرا مقالة اقاقي حل كمدة حل اسكا هذا لكن ما اها ان لا يراد رير هبل قليها دقن حتى ضد انا دقن وسكو جر جران مركز سانو كلا اي دعضو مغلا اي دوضها ماشكا سعضا هرت الدولد وحي اي لها هذا ان لعلي واجب واي هذه بضاعتنا ردت الينا واي وحال اقول هذا وحال ربادي انك ارى كده هذا قفك وحي اولها ان لو عليو حق ولا هي واحد صح لكن شعبك كذا وكذا وسوى ذا شعبك ماشي الدقنينه وشعبك ظل كان دتك اسكلا هاي يدوردنا مالتي واجب كسر ان الى الصدريه الكوده وحا واجب ان تحق لي ظروفته صح وان اود يحق له هذيك سنه ودباتده الحل دورد واجب يكتا صح ولذلك ان علماء دانا وحن سو جيدين كل اني اركت انا دانا ماشي فدي علماء ما لي ما اني خلصت هاي arintaas sida sharcigana uu qabo waxa weeye dadka meesha degana mid aan soo jeedinayna dawladda mid aan soo jeedinayna dawladda aan horeysa sax dawladda waxa soo jeedinayna horta dhulkaas dawladdu way ka faa'iideysan kartaa inay dalka ay dadka u shaqeysan waajib waay waana in laga ilaaliyo in shakhsiyaad gaar ah lagu naas nuujiyo dambe maadaama dad balag raaray dadka degan dad aan ahayn in laga ilaaliyo waay ee dawladda masalixdeeda caamka lagu qabto هدي دبدم سوق قمر هاي هدي استال غادي ساي هدي جامعة غادي ساي دول كا عام كا أو أما جامعة ذا أما معاهد أما إسكول ذا دول ده هرت إسكاله صح وأنا إن لو جبحة صح لكن دول ده وحال غير بعضك مساكين تا دول كاس دجنا صدن سنة علماء كل الله علمي كل شيء المقصين ألين إن قرع عرض سلاج سارينه دول ده مشاريع ذا دول كا لجهر مرنا يو إن يندق على لقدر بجد لقدر أما دول ده جاب كا يع بنج رحكة بحسه dadka degan inta liis loo sameeyo oo guddi laga soo dhex qabto dawladda guddi ku u darto in dadkaas tala tira koobo iyagoo tira kooban dhul intay dawladda u gado meel macquula ku yaalla oo masalan daar salaam oo kaleeto dhulkaas dhul hadda camir maayo aada qurxan waayo oo nadiifna meeshaan jacburkan uga fiican haddii masalan haddaan kasoo qaadano afar boqolo boos waay afar boqolo reer ama saddex boqolo reer waay meesha degan kaba soo qaadan afarta boqolo reer afar boqolo boos in loo gado ومش هذا أبو سيبا قل يا ريت دقيه هنا علميها يسكون الحج جيفان بس بنتي بركون دشاء هو شر ما قعد أقو قرن لو قدو بس كاس ديبا تان وطبان طبان كون واي ما قرأت أما وطبان شن كون دولدنا إن شعب كذا يدر يا شو واجب يكوتا صح مركا هدي بقول أفر بقول لقول بس طبان كون أو أفر مليان صح ما قرأت نقولك قيب كم إذا أنت دولد العجيس قيب رو كم إذا waxaa laga yaabaa labaatan booso ka mid a kale ilaatan inay kasoo baxdo ma garat ama konton booso ka mid a hataa kabar iska badi haddii inta dad ganacsa inta laga qaada ila afar boqol oo booso iyo konton booso isma qaadan karto oo lacagta intaas lagu helaya afartaa mdan haddii dawladdu xataa ay bixi karin
انتي دولد انتاس لعقايسو اي دادكاس افرت بغولا اي وحي سيكرتا اني دول اقادو ولبا سهي قيدين اي سيسو او يشنشنكن اي افر افر كون يكون قران اي سيسو قفكو مركا باسو اللي مقعيس اقو قران مركا لسيو اللو اي بيسر لوغا اللو وريجي الا يراد افرتان كون شنطان كون يكون قوري كلسو قفكاس سيقود مكرم او معزز اي قوري افر حسن دولدنا اني مواطن كذا فرحت قلسو ايا لغربا مركا انا وحن سو جدين ارنتاس ان الدجيو dadkaasuna ay soo diyaariyaan ayagana waxa laga rabaa inaysan dhulka dawladda hantida dawladda in la deegaameysan ma aan kale isay biyaano wasaaradda arrimaha gudaha oo dadka meesha jooga waxay sheegayaan dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha iyo jubba iyo curuuba iyo maaragtay waqooyiga muqdisho lafteeda anigu aan deganahay iyagana meelo badan oo lagu jiro in laga saaro way dadka saan oo kaleeto laakiin iyagana in la dayacine sida meesha la isay biyaano iyo laga sheegay dabdamiska ayagana waxaa rabaa in dawladdu ay kafaalo qaado inay meel dejiso marka arrinta mas-uuliyadda dawladdu kusoo noqonaysa waaye marna anagu ma qabno culimo haddaan nahay in qora caaridiis dad muwaadiniina iyo haween iyo caruur iyo cis meel degan in la aado xaaraam waay arrin sax ma arto bismillaahi raxmaan raxiim ku socoto taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka xamar taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir guddoomiyaha degmada xamarweyne og agaasimaha waaxda suuqyada dowladda hoose ee xamar agaasimaha waaxda jidadka iyo bulaacadaha agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilic soo celinta agaasimaha guud ee howlaha guud garyaqaanka guud ee dowladda hoose ee xamar xogeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobollada iyo degmooyinka dalka ee nambar lix soona baxay 12-kii bisha labaad ee sanadka 1980-kii markuu arkay sharciga maamulada iyo degmooyinka gobolka banaadir ee nambar 116 soona baxay 6-da bisha 8-aad 2013-kii markuu arkay xeerka 48 bis ee soo baxay 1-da bisha 9-aad 1981-kii ee habka maamulka iyo qaybinta dhulka gobolka banaadir markuu arkay sharciga nambar 10 soona baxay 17-ka bisha 12-aad 1980-kii markuu arkay muhiimadda ay leedahay in degmada xamarweyne ay noqoto degmo tusaale u ah degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir markuu tixgeliyey soo jeedinta guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir wuxuu soo saaray xeerkan qodobka koowaad maamulka gobolka banaadir isagoo ka shaqeynaya ammaanka horumarka bulshada iyo bilicda caasimadda muqdisho kana hortagaya ciriiriga wadooyinka iyo nadaafad darida wuxuu go'aamiyey in degmada xamarweyne ay noqoto degmo tusaale u ah degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir qodobka labaad dhammaan shacabka ku ganacsada wadooyinka iyo mashabiyeedyada laamiyada degmada xamarweyne waxaa la farayaa inay baneeyaan goobahaasi waxaa la kansalay ama la baabi'iyey dukumentiyada dowladda hoose ee bixisay ee saameynta ku yeelan kara ama caqabado u keeni kara shaqada ka socota degmada xamarweyne nuuc kasta oo ay yihiin warqadahaasi goobaha dadka laga kiciyey looma adeegsan karo dano ama howlo aan dan guud ahayn shaqadani waxaa loo fulinayaa si waafaqsan farqadaha 6-7-8 ee qaybta b qodobka lixaad ee xeerka 49b soona baxay 27-da bisha koowaad 1980-kii qodobka saddexaad dhammaystirka wixii ka dhiman xeerkani fulintiisa waxaa u xilsaaran qaybta howlaha guud oo hogaaminaya guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir maasanidi